هي دي رسالتنا الحقيقة، وهي رسالة تنويرية بالدرجة الأولى طبعا. بغض النظر عن أي شيء، إحنا الحقيقة يعني جوهر الأديان المحبة التسامح السلام، بغض النظر بقى عن العرق أو الدين أو اللون، ده ما يهمنيش. أنا اللي يهمني أنت بتتعامل إزاي، أنت بتعمل إيه لمجتمعك، أنت مين بالظبط. فده اللي إحنا الحقيقة بنعمله، ونجحنا نجحنا على مستوى الحياة المحلي، والأهم يعني حوار الآخر، عملنا في أكبر كنائس العالم في دول أوروبا، غالبية أيوة دول أوروبا، ألمانيا والنمسا وفرنسا والفاتيكان. وعاوز أقول لسيادتك يا أستاذ يوسف حاجة أثرت فينا جدا في ألمانيا بالتحديد، أعتقد كانت في برلين. غير إن أنا ماليش في الألقاب، ما ينفعش دكتور انتصار يقول لي يا أستاذ. لا يعني عفوا أخد بعضي وأروح. يبقى لا طيب يا يوسف، يا يوسف يا جميل، يا رب يخليك. يعني في ألمانيا في برلين أكبر كنيسة، يعني كان في حد مثلا الكنيسة متأفف إن إزاي إحنا مصريين وهنيجي نعمل رسالة سلام وبتاع، وكان زحمة جدا، وأنا قاعد في الكنيسة خلي بالك، وهو قاعد طبعا في الصف الأول، وأنا شايفه بظهري حاسه، وقاعد رجل على رجله وبتاع. فالمهم بدأنا بعد 5 دقايق نازل رجله، بعد 10 ربع ساعة مهم في الآخر خالص انفعل وطلب يقول كلمة، وقال كلمة بالألماني بما معناه اللي احنا عرفناه، انه ما كانش متوقع هذه الرسالة، وانه هينزل مصر، ان كان ساعتها في أزمة سياحة، وانه هينزل مصر يدعو للسياحة. شوف هنا اما سيد عمرو موسى يقول لك 45 سنة او 50 سنة بنعمل مباحثات ودوالات و انتوا جيتوا في 45 دقيقة لميتوا العالم في يعني في محبة وتسامح وسلام، صح، وده المهم الحقيقة. صح.